صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. فإذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل بلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك أيها المهموم كلمات نصائح أقدمها لي ولك. أكثرنا لا يفرق بين الهم والحزن، إلا أن الحزن إنما يكون على أمر قد وقع، والهم فيما يتوقع أن يقع. فالحزن يكون على الماضي والهم يكون على المستقبل. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. إخواني، أيام المرء حبل ممدود لا يدري متى ينقطع، وطرفا هذا الحبل ماض وحاضر ومستقبل. فلربما التفت إلى الماضي يتحسر عليه فيقنط أو يحزن فيكسل، ولربما التفت إلى المستقبل أوجسه الخوف والقلق من المستقبل المجهول. والواقع أنه ليس للإنسان إلا الحاضر الذي يعيش فيه، لأن الماضي لا يجد لذته ولا يحس بشدته، ولأن المستقبل غيب والأمر فيه على خطر. فما للمرء إذن إلا الساعة التي يعيش فيها، فلن يستطيع رد الأمس ولا تعجيل الغد، وهو ما دام يدب على الأرض فهو يعيش على أمر قد قدر لا يخلو فيه من مصيبة، وقلما ينفك عن عجيبة، فدوام الحال من المحال. إلى المنغصات كثيرة، والإنسان في الحياة ذو فتح وذو إغلاق، فمن هذه المخاطر والحادثات ينشأ هاجس أقلق القلوب وأفزع الرجال والنساء، ألا إنه هاجس الهم. نعم أيها الأخوة، إنه الهم الذي يشعر المرأة بأن النهار لن يدركه ليل، وأن الليل لن يعقبه نهار، ليجعل الدقيقة ساعات طوال وما أطول الليل على من لم ينم. الهم يجعل البال متشتتة والفكر مشغولة، يضيق على المرء الواسعة بما رحبت ولو سكن القصور أو الأبراج، فيصير صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين عياذا بالله. ومن منا يا ترى الذي عاش عمره كله بلا هم؟ إلا من يشاء الله. صاحب المكانة المرموقة يتوجس فقده كل لحظة فيصيبه الهم، والأبوان همومهما كثيرة بسبب حاضر الأولاد ومستقبلهم. والهم ليس كما أن الهم ليس من شيمة أناس دون أناس، وقد يظن البعض أن الهم حكر على ذوي الفقر والمسكنة، ولا شك إنه لمخطئ أشد الخطأ. فمن يعتقد ذلك؟ لأننا نرى كبراء مهمومين وأغنياء مضطربين، كما أننا نرى فقراء سعداء راضين. وإذا كان بعض الفقراء يصاب بالهم من فراغ بطنه، فإننا نرى من الأغنياء من يصاب بالهم بسبب تخمة بطنه. وقولوا مثل ذلكم في الصبي والشاب والذكر والأنثى والصحة والسقم، مع أن المتاعب والآلام تربة خصبة تنبت على جوانبها بذور القوة والنشاط. ولو رجع المرء إلى نفسه قليلا لاتهم مشاعره تجاه ما ينزل به، فمن يدري، رب ضارة نافعة، ورب صحة الأجسام بعد العلل، ورب محنة في طياتها منحة، وكم بسمة كانت بعد غصة، ورب فرحة بعد ترحة.
قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم أيها الإخوة، إن الحوادث والخطوب مهما شرقت وغربت فلن ينال منها أيها المرء إلا ما كتب لك، ولن يصرف عنك منها إلا ما كتب أن يصرف عنك. فعلى ما الهم إذن؟ مر إبراهيم بن أدهم على رجل مهموم فقال له: إني أسألك عن ثلاثة فأجبني. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ أو ينقص من رزقك شيء قدره الله؟ أو ينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. قال إبراهيم: فعلى ما الهم إذن؟ وهو وإن كان شعورا وليس مادة، بمعنى أنه يمكن تصنيفه على أنه مرض نفسي وليس مرضا عضويا، إلا أنه أشد أثرا من المؤذيات المادية. ويؤكد ذلك ما ذكره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سئل: من أشد جند الله؟ فقال: الجبال، والجبال يقطعها الحديد، فالحديد أقوى، والنار تذيب الحديد فالنار أقوى، والماء يطفئ النار فالماء أقوى، والسحاب يحمل الماء فالسحاب أقوى، والريح تعبث بالسحاب فالريح أقوى، والإنسان يتكفأ أن يمنع أذى الريح بيده وثوبه فالإنسان أقوى، والنوم يغلب الإنسان فالنوم أقوى، والهم يغلب النوم فأقوى جند الله هو الهم. زوال الهم مرهون بكثرة الاستغفار، فالزم الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إلجأ إلى الله أيها المهموم، إلجأ إلى الله أيها المكروب، وأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يذهب عنك همك. فعن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أي كم أجعل لك من دعائي؟ صلاة عليك بدل دعائي الذي أدعو به لنفسي. فقال: ما شئت. قال: فقلت: الربع، أي أجعل ربع أوقات دعائي لنفسي مصروفا للصلاة عليك. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي. قال: إذن اسمع. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة علي أعطيت مرام الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا ما أردت أن أبينه لك أيها المهموم، فتوكل على الحي القيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.